قبل ما نبداو هذا الفيديو اللي يحب يشوف سعر ومواصفات هاتف الجالاكسي اسيكونت اس في الجزائر على السيت تاعنا، غادي نخلي لكم رابط التدوينه اسفل الفيديو في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريموتك. معكم عبد الكريم من الجزائر، وفي الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا مراجعه هاتف الجالاكسي اسيكونت اس وسعر تاعو في الجزائر بالاضافه الى المميزات. اذا كنت جديد اول مره تشوف لاشين تاعنا، ما تنساش تشترك بها وتفعل الجرس ودير نعجب للفيديو باش تحفزنا وبارطاجيوكم غير جديد ان شاء الله. لما نطولوا عليكم خليونا نبداو على بركة الله. يجي هاتف الجالاكسي اسيكونت اس بشاشة سوبر اموليد قياسها 6.4 بوصة بدقة اف اتش دي او 1080x2340 بيكسل بكثافة 403 بيكسل مقابل بوصة، وهي شاشة انفينيتي اي تشغل معظم الجهة الامامية تقريبا مع وجود الكاميرا الامامية في نوتش على هيئة اي على سماعة المكالمات، بالاضافة الى وجود مستشعر لبصمات الاصابع مدمج في الشاشة نفسها. وفيها يبلغ وزن الهاتف 169 غرام ويبلغ سمكه 7.7 مليمتر. يجي هاتف الاسيكونت اس بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0، والاخرى الترا وايد بزاوية واسعة جدا 123 درجة بدقة 8 ميجا بكسل، بالاضافة الى كاميرا مقربة بدقة 5 ميجا بكسل، وهو ما يتيح للمستخدم التقاط افضل صورة ممكنة في ظروف التصوير المختلف. كما زودته بكاميرا سيلفي امامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0. ويجي الهاتف بمعالج سامسونج اكزينوس 9610 نفس معالج هاتف الجالاكسي اسيكونت، مع وجود ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 او 6 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف بمساعة تخزين داخلية 64 او 128 جيجا بايت، يمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية حتى 512 جيجا بايت. ويحمل الجالاكسي اسيكونت اس بطارية كبيرة قدرها 4000 ملي امبير ساعة مع دعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C بقدرة 15 واط، مع وجود منفذ السماعة التقليدي بمقاس 3.5 مليمتر، بالإضافة إلى الدعم كل من واي فاي وبلوتوث 5.0 وإمكانية تشغيل خطين. نظام تشغيل تاع هذا الهاتف عندنا أندرويد 9.0 باي. الألوان اللي جا بها هذا الهاتف عندنا الأسود والأبيض والأخضر والبنفسجي. بعض مميزات سامسونج جالاكسي اسيكونت، عندنا شاشة كبيرة بتقنية سوبر أموليد بدقة FHD+، بطارية كبيرة بقدرة 4000 ملي أمبير ساعة، ثلاث كاميرات خلفية منهم كاميرا مقربة وأخرى بزاوية واسعة جدا، مجموعة متنوعة من الألوان. نروح نشوفوا السعر تاع هذا الهاتف في السوق الجزائرية. يجي السعر تاع هذا الهاتف 50000 دينار جزائري. اللي يحب يقتني هذا الهاتف غادي نخليكم صفحة قريشيفون الباريكي كالعادة، تقدروا تكونتاكتيوها وتقتنيوا من عندها هاتف الجالاكسي اسيكونت اس. ومبروك عليكم خوتي. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى الفيديو استفدتوا منه ولو حاجة قليلة. ما تنساوش ديروا لنا جيم للفيديو باش تحفزونا ونبارطاجيوكم غير جديد ان شاء الله. اكدوا لي على الجيم خوتي، تهلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.